مساء الخير، مساء الخير. يا مرحبا يا مرحبا. طيب، أول شيء السلام عليكم يا جماعة، يا أهل عمان الطيبين. أولا حابب أتشكركم على هالفرصة إنه أخاطب أهلي وإخواني وأصدقائي في عمان. أنا عندي يعني تاريخ مميز في عمان من ناحية الصداقات ومن ناحية محبة خاصة لهالبلد. ومعالي الوزير الدكتور خلفان طبعا أحد الأصدقاء الأعزاء وعارف هالشي، وشرفني جدا بأنه أتواصل معكم في هاي المناسبة وهالحدث المهم. صعب أزيد على اللي تفضل فيه الدكتور علي، وصلني بعض الصور من السلايدات اللي حكاها، فما شاء الله يعني أحاط الموضوع كله بإحاطة شاملة من كل الزوايا. فاللي حجرب أعمله إنه أأكد على بعض الحاجات اللي تفضل فيها الدكتور علي، وأزيد عليها بعض الإضافات اللي ممكن تكمل الصورة بشكل أجمل، حتى يعني تكون الصورة حتى أوضح. بس بشكل عام راح يكون كلام داعم ومؤكد على اللي تفضل فيه الدكتور علي. خليني أول شيء أحكي لكم أنا خلفية الكلام اللي حأحكي من وين جاي. راح أعطيكم شوية باك جراوند لتعرفوا هالكلام هذا شو خلفيته العلمية. أولا أنا اسمي مايكل كولي، أجمل شغل أكثر جزء من شغلي كان في الإعلام. كنت رئيس مجلس إدارة وكالة رويترز في الشرق الأوسط لمدة شي 18 20 سنة، وبعدين شي 5 6 سنين كمان كنت رئيس مجلس إدارة أوربت أو إس إن لمدة طويلة. فهذا كله خولني، بما أنه كنت في وكالة رويترز على صعيد الشرق الأوسط على صعيد العالم، أنه أكون في صلب الحدث، خاصة مع صناع الحدث اللي هن بالقطاع العام والقطاع الحكومي والقطاع السياسي وقيادات الدول اللي هن كانوا تصنع الأحداث. وبالإضافة لعملي المهني، خبرتي الأكاديمية يعني تمتد لسنوات في جامعة هارفارد، في خاصة في كينيدي سكول اوف جوفرمنت، الكلية اللي بتعلم القيادة الحكومية، والهارفارد بزنس سكول كمان اللي بتعلم إدارة الأعمال، حيث درست ودرست هناك علم القيادة. وفي جامعة تانية اسمها جامعة برينستون، هي اللي درس فيها هادي أينشتاين، كان لي شرف أدرس فيها أنا كمان، ودرست موضوع الببليك بوليسي والببليك دبلوماسي وانترناشنال ريليشنز، كمان موضوع القطاع العام ودرست فيه هناك. وبعدين ألفت عدة كتب، يعني حوالي 12 كتاب على هالموضوع، أكثريتهم في علم القيادة وفي علم الاستراتيجية. واشتغلت مدة كمان كأدفايزر، كمستشار لبعض قادة الدول في الشرق الأوسط هون. فكنت مستشار رئيس الجمهورية في لبنان لمدة 3 سنين، وإضافة إلى ذلك بعض الحكومات كمان في الدول العربية والمنطقة. المهم كلامي هذا يا جماعة لحتى ألكم أنه اللي حأحكيكم يا جاي من خبرة عملية، من واقع ملموس، منه من واقع نظري ومنه تنظير. وما حاعملكم هلا انا نظر هيك نظريات ابستراكت يعني بالفضاء، رح نحكي شيء طالع من الارض. فان شاء الله بنكون يعني الكلام فيه فايده. فحبلش بموضوع سهل، وهو انه بدي اياكم تتخيلوا، I want you to imagine وزارة الصحة في عمان من 3 سنين. تخيلوا بس وزارة الصحة من 3 سنين قبل كوفيد، كيف الجو فيها؟ واحد زراح الوزارة شو بيشوف، كيف الموظفين، شو سرعة الحركة، شو بروجرام يوميات الوزير والمدراء الكبار اللي هناك، كيف بيصيروا بشكل عام. يعني كانت الأمور ماشية بشكل عادي، بيجوا الصبح بيقرأوا الصحف، بيطلعوا على الأخبار، بيعملوا اجتماعاتهم، بياخذوا بعض القرارات، الزيارات وما إلى ذلك، وبيروحوا يعني نهار عادي. بدي اياكم تتخيلوا هلا نفس البيئة تبع نفس الوزارة، وزارة الصحة، من تقريبا سنة، من وين ما بلش الكوفيد 19 الكورونا لحديد الآن. تخيلوا بس
التغير اللي حصل بهالوزارة الوحدة. إذا بتروح هلأ على وزارة الصحة أو إذا أنت مناقب شغلهم من حوالي سنة لحديد الآن، حيشوف بشكل واضح جدا حجم التغير اللي صار، كيف كنا بمحل وصرنا محل تاني، كأنه نحن يعني في عالم مختلف تماما تماما. ونفس الشيء فيك تعمله أنت لما بتتخيل كيف كانت الأمور مثلا في وزارة الداخلية وكيف صارت هلأ، خاصة وزارة الداخلية أو البلديات أو المحافظة، هن مسؤولة على موضوع اللوك داون وموضوع كيف أنه المواطن يكون يعني ما يتجول في هالفترة الصعبة هذه من شان كوفيد. وتخيلوا مثلا المطارات، تخيلوا إدارة المستشفيات، تخيلوا الدولة كلها، الحكومة كلها، تخيلوا رئيس البلاد، مش بس في عمان، في أي بلد بالعالم. ناخد مثلا أمريكا اللي هي أكبر دولة في العالم من ناحية المقومات اللي عندها، كيف لمدة معينة يوميا يوميا رئيس الدولة ساعتين ساعتين ونص مؤتمر صحفي قدام كل العالم عم يحكي فيه لحظة بلحظة شو عم يصير بموضوع الكورونا. فاللي بدي لكم إياه انه اللي عم يصير، اللي صار له من شي سنه لحديد هلا، واللي حيصير واللي حيستمر على الاقل لمده سنه لما موضوع اللقاح يصير متواجد، هو هذا مش موضوع بس تغيير، هذا مش اضافه جديده، هذا مش موضوع مكياج، يعني هذا مش موضوع هيك سطحي، حدث سطحي، هذا موضوع تحول صار. ودكتور علي تكمل تحدث بالموضوع، انا بحب كلمه كتير، كلمه ترانسفورميشن بالانجليزي، الشباب اللي مطلعين على الموضوع بيعرفوا هالكلمه هذه، ترانسفورميشن يعني التحول. ترانسفورميشن هي كلمه من نوعين، من كلمتين موصولين مع بعض، ترانس وفورميشن. فورميشن يعني التكوين، كلمه فورميشن معناتها التكوين، ترانس معناتها التحول، ترانسفورميشن يعني التكوين عم يتحول. وهذا يختلف عن التأقلم، هذا يختلف عن التغيير، لأنه ممكن التغيير والتأقلم يكون مرحلي، يكون جزئي، يكون نسبي. بس اللي عم يحصل هلا مثل ما أخذنا نحن مثل الحكومات والوزارات كلها بدون استثناء طبعا بدرجات متفاوتة، إذا أخذنا هالموضوع بنشوف إنه اللي عم يحصل منه موضوع تغيير، منه موضوع تأقلم، في موضوع تحويل عم يصير. واعتقادي انه الموضوع ما حيوقف بس ما تخلص الكورونا، خلص يعني عاشر القوم 40 يوم، يا بتصير منهم يا بترحل عنهم. في موضوع، في سحر بكلمة 40 يوم، في طبيعة الإنسانية موضوع ال 40 يوم في إلى قيمة معينة سايكولوجية، لأنه ب 40 يوم بتحول الإنسان، مارس عادة معينة، روح على الجيم، عمور رياضة شيء لمدة 40 يوم بتصير جزء منك. نحن ما عم نحكي 40 يوم، نحن عم نحكي صار لنا سنة وهنروح على سنة تانية. يعني توقعاتي، ومثل ما انتم كمان عارفين وشايفين هالموضوع، انه خلص ما في رجعة للماضي، هذا الماضي بدنا ننساه. كلمة انه نيو نورمال اللي انتم اكيد متعودين عليها صرتوا هلا لانه صارت كلمة مشاعة، يعني هو الواقع الجديد، خلصنا هذا، بطل، يعني هذا منه موضوع موقف مرحلي، الواقع القديم انتهى الى غير رجعة. هلا شيء بيحزن، شيء بيزعل، شيء بيعصب، شيء غير مريح، شيء يعني مش مهم مشاعرنا، يعني ولو انه مشاعرنا نحن مهمه، وانه يعني نحن يعني كل واحد همه بكفيه، مش ناقصه مشاكل تانية، بس هذا واقع الحياه. خلص الدنيا تغيرت، وما تغيرت جزئيا، تغيرت بشكل اساسي، فما احنا ما عندنا فعلا خيار، الدنيا كلها ما عندنا خيار. هلا انا بحكيك بلبنان اليوم منع التجول، في احد من اصدقائنا في عنده يعني شخص، صديق شخصي في عنده مشكله لازم نروح نساعده، بس ما فينا نروح، ممنوع حدا يطلع لبرا، نهائيا ممنوع حدا يطلع لبرا، فمضطرين نساعد من بعد. واقع جديد صار، بدنا خلص نتكيف لحتى ونتحول لنصير نحن على على مستوى هالواقع الجديد، بغض النظر اذا نحن حابين ولا مش حابين. وي هاف تو ديل وذ رياليتي هلا. وهذا الشيء بلش يا سادة يا كرام مش من هلا، هذا بلش على الصعيد العالمي من سنة تقريبا 2008، هو من قبل مبلش، بس بلش كان بسرعة معينة، بسرعة عادية، بسرعة يعني نحن
كنا مش حاسين فيها، يعني كان ماشي الأمور بسهولة بسلاسة. من 2008 لما انهار الوضع الاقتصادي في أمريكا، الموضوع على مستوى الحكومات كله تغير، لأن الوضع الاقتصادي انهار، الحكومات كلها تحولت من أنه ماشي على ريزم معين على سرعة معينة، صار موضوع حالة طوارئ، صار أنه كيف نحن هلأ بدنا نرجع نعيش، نرجع نحيي ونعيش الاقتصاد العالمي من أول وجديد. وهذا طول سنة سنتين، بهالسنة سنتين خلص حطوا الموضوع، حطوا هالقطار هذا على سكة جديدة، على من منطلق طريقة عمل القطاع الحكومي. وانتم عارفين هالشي بعمان مثل الكثير من الدول الخليجية والدول النفطية حتى قبل 2008. انتم عارفين شو يعني لما بينزل سعر النفط، وكيف الحكومة كلها من 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 يعني من القمة إلى القاعدة، ومعها البلد كله بده يرجع يتكيف على الأساس. ومش مرة صارت، مرة ومرتين وثلاثة. ونحن حتى هلأ يعني عم نحكي، نحن هلأ بعمان كمان نحن في عنا ضغط اقتصادي كبير، اللي هو نتيجة الضغط العالمي وهبوط أسعار النفط. وهذا تأثيره على الميزانيات وعلى المشاريع وعلى طريقة العمل وعلى الصرف وعلى كل شيء، على كل شيء. فالقصة منا قصة جديدة، القصة هي قصة قديمة ماشي بس بسرعة أكثر. إجا موضوع كوفيد مثل ما تفضلوا الإخوة من قبل، سرع الأمور، صار أكسيليريتر، يعني سرع الأمور بشكل أكثر، بس ما سرعها بشكل مرحلي، سرعها بشكل أساسي ودمغها، لأنه موضوع مش موضوع أيام وأشهر، صار موضوع سنوات، والله أعلم شو اللي جاي بعد هيك. هلأ كل هذا اللي صار يا سادة يا كرام، الله يسلمكم، هذا صار بواقع معين في سياق معين، والسياق هو أنه الحياة بشكل عام أصلا تعقدت، الحياة صارت أكثر تعقيدا، وأنتم عارفين هالشي، بتعرفوا من أجدادكم وأباكم كيف كانت الحياة في عمان قبل، وكيف كانت الحياة هلأ، كيف صارت هلأ الحياة. فالحياة كلها صارت معقدة أكثر، وهذا التعقيد اللي صار عم يعمل ضغط على الحكومات. ليش؟ لأنه أنت بدك تلبي وأنت تتماشى مع هذا التعقيد اللي عم يصير. أنت ما فيك تكون بغير وادي، انت ما انت عايش بنفس الزمن، فحياتك انت كمؤسسة عامة، كحكومة، كوزارة، كببليك سيكتر، قطاع عام، قطاع حكومي، تغيرت وتعقدت مع هذا الواقع الجديد. وهذا كمان مش بإيدنا، هذا هيك خيار، هيك مسار التاريخ، الحياة صارت أكثر تعقيدا، وصار في ناس أكثر، صار في شعب أكثر. يعني وين كانت عمان من كم سنة؟ وين كان البشرية من كم سنة؟ صرنا وين هلا نحن؟ لحديد بداية هذا القرن، حتى لحديد يمكن حرب العالمية الأولى والثانية، كان عدد سكان البشرية كلها 4 مليار نسمة، وطول ليوصل لأربعة مليار مئات ألاف السنين، مئات، 400-500 ألف سنة من أول مظهور الإنسان بشكله الحالي هلا حسب العلم. رح طول بكل هالمدة لنوصل لأربع مليارات، من بمدة الـ50-60 سنة الماضيين، ماكسيموم 70 سنة الماضيين، صرنا 8 مليار تقريبا. فالدوبل صار من 4 مليار ل 8 مليار، فصارت البلدان كلها صار فيها ناس أكثر، فعندك ناس أكثر أنت ستدم اللي أنت مفروض تديرهم كقطاع عام، كقطاع حكومي. وأنتم عارفين هالشي بالوزارة عندكم، أنتم وزارة الإسكان في عمان، عدد العمانيين اللي كانوا قبل اللي أنتم بتكون تعطوهم خدمات اللي أنتم بتهتموا فيها بالتخطيط العمراني وبالإسكان وبالأراضي والبيوت وكل هالشي اللي بتعملوه، وين كان من 20-30 سنة 40 سنة، وين صار هلأ؟ لأنه صار في عندك عمانيين أكثر، والمجتمع تطور. وين كانت عمان من قبل وين هلأ؟ وين كان الخليج من قبل وين هلأ؟ شوف مصر كنا 50-60 مليون، صرنا هلا فوق 100 مليون. فالمجتمع وتعقدت الامور وصار في تطور، وحاجات المجتمع تغيرت مع التطور اللي صار. فتعقيد المجتمع، تعقيد الحياه وزياده المجتمع وطريقه انه طبيعه الحياه عم تتغير، كل هذه زادت من حاجات البشر، زادت من حاجاتها حجما وكما، وغيرت من حاجاتها نوعا كمان. فهذا كله صار واقع جديد قدام القطاع العام والقطاع الحكومي، وخلق واقع جديد قدامكم انتو كوزارة اسكان مثل كل الوزارات الحكومية التانية. وصار في كمان، رحنا لمحل تاني اللي هو صار في واقع كمان تاني اللي هو التعاون بين القطاعين العام والخاص. بدي اياكم بس تتخيلوا شو نحن احتماليات نجاحنا هلا نحن كبشرية لو القطاع الخاص اللي هو قطاع الأدوية والأبحاث العلمية اللي لها علاقة بالجسم بالطب لا تساعد القطاع العام. نحن مهم نلاقي نحن اللقاحات هلا، الفاكسينيشن،
اللي المفروض يساعدنا لحتى ينقذ البشرية من هال من من موضوع الكورونا هذا. من وين بنلاقي؟ لو ما القطاع الخاص والقطاع العام عم يشتغلوا مع بعض، القطاع العام عم يضخ كل هالفلوس في كل هالمعامل والمراكز الأبحاث في العالم ويعطيهم المصاري والإمكانيات لحتى يشتغلوا، نحن يعني حالتنا بالويل. فاللي عم نلاحظه كمان مثل ما شايفين انه صار في واقع جديد بطل فيها الفروقات الكبيره بين القطاع العام والقطاع الخاص، بالعكس صار هلا عم نتعاون مع بعض، وهذا كله له تبعات علينا من ناحيه كيف نمارس العمل القيادي نحن كقاده في القطاع الحكومي والقطاع الخاص. اضف الى ذلك كل موضوع التكنولوجيا اللي كمان تفضلوا فيه الاخوه من قبل. التكنولوجيا يعني كنا نحكي نحن من مده، تتذكروا كنا نحكي من مده على موضوع الحكومه الالكترونيه، هلا يعني حتى ما حبطل حدا يحكي على الموضوع، وين الحكومة الإلكترونية؟ هلا صار يعني بالماضي صار موضوع مفروغ منه. هلا نحن صرنا أبعد من هيك، عم نحكي على الثورة الصناعية الرابعة، عم نحكي على يعني الذكاء الاصطناعي، سو وين كنا وين صرنا؟ هلا أحد الأخوة مرة حتى بعمان، آخر مرة كنت بعمان صار لي سنة مش رايح لعندكم، يعني وحشتوني عن جد، يعني أصدقاء كتير وبلد جميل وحلو. المهم ان شاء الله بنرجع نجتمع. احد الاصدقاء بعمان خبرني انه في ابلكيشن، ما بعرف اذا جابوها لعمان ولا لسه، بس بجنوب كوريا ابلكيشن اي انسان ممكن يحطها ينزلها عنده على السمارت فون، على التليفون اللي عنده اياه، بس ما تروح على اي مؤسسه حكوميه، اكيد سامعين فيها، تروح اي مؤسسه حكوميه كل مواقع المؤسسات الحكوميه موجوده على الجي بي اس على الجوجل ماب اوريدي موجوده، right؟ فبس ما تطلع من هالحكومة انت لسه طلعت بعدك انه طالع من المدخل تبعها، تفتح الابليكيشن بيطلع لك عنا كم سؤالين ثلاثة، هل انت كنت راضي عن مستوى الخدمات ولا لا، بدون ما حدا يعرف بالوزارة جوا شو عم يصير، اذا راضي بتكبس نعم، اذا مش راضي بتكبس لا. وسؤال تاني بيطلع شيء يعني رهيب، انه هل كان في فساد بهالمؤسسة ولا ما كان في فساد، هل دفعت رشوة ولا ما دفعت رشوة، كما بتحط نعم ولا لا. هلا وهالمعلومات كلها بتروح على الكمبيوتر الاساسي، على يعني الكنترول سيستم اللي هناك اللي هو معرف تابع اي وزاره او اي ديوان او اي مؤسسه او اي جهه رقابيه او حتى القطاع الخاص، يعني مش بس ضروري القطاع العام، وتراقب هالمعلومات. وكل واحد بيفوت على الوزاره هذه او المؤسسه هذه العامه بيعطي هالنوع من الفيدباك، بيعطي هالنوع من معلومات، وتتجمع المعلومات ويتم تقييم عام قدام كل الناس على مستوى اداء هالمؤسسه وهالوزاره ومستوى النزاهه والفساد اللي فيها. شوف التكنولوجيا قد ايش صارت مهمه، وهذا صار واقع نحن ما فينا ننكره. فما فينا نحن كقطاع عام كقطاع حكومي ننسى تأثير التكنولوجيا على موضوع العمل القيادي اللي نحن حنمارسه. وبعدين صار الناس بطل عندها جهل، صار في وعي عند الناس، الناس صارت عم تشوف كل شيء في العالم، عارفة الناس كل شيء. قبل كنا نسمع تلفزيون وإذاعة واحدة وتلفزيون واحد، نحضر تلفزيون واحد اللي هو تبع الحكومة، هلأ أنت عم تشوف كل العالم عندك في البيت، ومش ضروري في البيت كمان على الشاشة التليفون بتشوف كل الدنيا، فما في حدا يغشك. هلأ عم تشوف شو عم يصير بجابان وألمانيا وساوث كوريا والبلدان المتطورة، فما فيك انه والله هيك الدنيا او هذا هو الواقع تقبلوا فيه، لا الناس ما بقى تتقبل لانه عم تشوف انه في محلات تانية في الارض الاداء الحكومي اداء القطاع العام عم يكون بطريقة تانية. فالوعي هذا كمان زاد ضغط على الناس. طبعا التويتر موجود واليوتيوب موجود والواتساب موجود، وصار الناس تحكي، فبطل موضوع سر، فصار الناس كله تعبر عن آرائها وتحكي هالموضوع، وصار رؤساء الدول حتى كمان يشجعوا الناس انه خبرونا شو اللي عم يصير، خبرونا عن الفساد، خبرونا عن عدم الكفاءة، خبرونا اذا في امور عم تتأخر. فكل هذا خلق نوع من الشفافية اللي صارت كمان جزء من الواقع. واهم من هدول كلهم كمان صار في منافسة بين الدول لجذب الاستثمار. فلما بدي روح هلا صار في مستثمر معين بدي روح على بلد، صار بدي اشوف شو واقع البلد من ناحية النزاهة، من ناحية الكفاءة، من ناحية الافيشنسي، من ناحية الفعالية الموجودة فيه، من ناحية طبيعة الشغل والتقدم الموجود فيه. اذا ما شاف انه في بنية تحتية كافية من الاداء القيادي، مش بس تكنولوجيا، مش بس طرقات، مش بس تليفونات، بس كمان مستوى الاداء القيادي في الحكومات، اذا ما شاف انه عنده ناس حيتعاطى معهم
في هالبلدان هذه على الصعيد القطاع العام لحد بشكل هم على قد المستوى واكثر، حيروح يفتش على بلدان ثانيه، والبلدان هلا عم تتنافس مين فيها تغري المستثمرين اكثر من ناحيه تقديم الخدمات الافضل والاداء الحكومي القيادي بشكل افضل. هلا ممكن نحن نستفيد اكثر في هذا الموضوع، بس انا عارف انه انتم عارفينه بشكل اكثر مني، لانه انتم يعني ابناء هذا القطاع وعايشينه، وما شاء الله عليكم يعني خبرتكم واسعه جدا وعارفين الموضوع بتفاصيله. بدي هلا بما انه صار عندنا فرصه يعني صرنا فاهمين خلفيه الموضوع والسياق، بدي هلا انتقل للسمات القياديه المطلوبه بالقطاع العام. شو سمات القائد في العهد الجديد هذا، في عصر التحول في الموضوع في قطاع الحكومة والقطاع العام؟ بدي أحكي عنها بشكل مختصر كمان، لأنه الدكتور علي كمان استفاد في هالموضوع. هلأ شو هي هالسمات هذه؟ أحد أهم السمات، أو أهم الملاحظات اللي أنا شفتها هي سادة أنه بطل في كتير فرق بين متطلبات الأداء بالقطاع الخاص كتير وبالقطاع العام، بطل في فرق. هلا دائما رح يكون في تميز بين طبيعة القطاع العام وطبيعة القطاع الخاص، دائما رح يكون فيها التميز موجود، لأنه القطاع الخاص يبتغي الربح ويبتغي الربح على مستوى القصير كمان، بينما القطاع العام مش ضروري يبتغي الربح في بعض الأحوال، نعم بس مش ضروري بنفس الطريقة. وبعدين عنده التزامات تانية، هي الخطة الاستراتيجية تبع الدولة، خدمة المواطن، وفي معايير تانية. بس بشكل عام اللي أنا لاحظته هو أنه المعايير هذه القيادية على مستوى قيادي عم تقرب من بعضها أكثر وأكثر وأكثر. ولا أخفيكم سرا، يمكن هذا الموضوع هيكون شوي يعني مفاجئ لبعضكم، أنه أنا عم لاحظ من خبرتي، أنا صار لي 35 سنة في العمل القيادي في 90 بلد تقريبا، أو في القطاع الخاص وفي القطاع العام، عم لاحظ أنه متطلبات العمل القيادي في القطاع العام عم تصير أكثر وأكثر أهمية وتطلبا من القطاع الخاص. دائما نحن عندنا التصور كان أنه القطاع الخاص أسرع وأكفأ وياخذ كفاءات أكثر والناس فيه أشطر والأمور فيها حركة أكثر من القطاع العام نسبيا طبعا، وأنه القطاع العام سهل، واللي بده يريح حاله يفوت على الدولة ويشتغل بالحكومة وبلا هم وبلا شيء، وعندك توظيف إلى طول الحياة، والناس بتطول بالها عليك، ومش ضروري كتير في ضغط على مستوى الأداء، يعني كل يعني مرتاح أكثر. هذا كله تغير. أنا عضو بالعدل لجنة التحكيم العليا في الله يسلمكم في أحد البلدان بالخليج، في لجنتين هي تابعة لرئيس الدولة، جائزة رئيس الدولة للتميز الحكومي، فأنا ممبر بالجراند جوري بلجنة التحكيم العليا. فلما بنروح وبنعمل الاجتماعات لحتى نختار مين من القادة المرشحين لياخدوا هالجائزة هذه الكتير، يعني جائز رئيس الدولة، بالنتيجة هدول بيجوا بيصيروا وزراء يعني إذا أخذوا هالجوائز بشكل عام، لأنه يكونوا فعلا مميزين. فنحن بنشوف هدول الأسامي وبنشوف التقييم اللي عمل اللي طلع عنهم، بطلع أنا على هالنوع من التقييم بينه بالنفسي بقول إنه أتحدى أي حدا يعني على الأقل في الشرق الأوسط من مدراء القطاع الخاص يكون بهالمستوى، معايير قاسية جدا جدا جدا، لأنه أنت مش بس عم تتنافس داخليا، أنت عم تتنافس خارجيا، عم تتنافس أنت مع 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 معايير قيادي عالمية. بطل الأمور نحن على مستوانا الخاص، ولو أنه أنت قاعد محلي في بلد معين، بس أنت عم تتنافس على مستوى عالمي. فصارت الأمور في متطلبات العمل القيادي في القطاع العام صار أكبر أكتر، وما بقى في تساهل في هالموضوع، لانه الضغوط على الحكومات لحتى تلبي طلبات الشعب صارت اكثر واكثر. فهذه اساس في الموضوع. مشان هيك ليه عم بقول لكم هالكلام، يعني بدي اياكم تعرفوا انه الاتي هو طبعا يعني في بعض الناس حيشوفوا ضغط وخطر وتهديد لأداء لوجودهم، في بعض الناس كمان طبعا خطأ هالكلام، في بعض الناس حتشوفوا فرصة. هذه اللي آتي هو فرصة
يعني متميزة، فرصة تاريخية لكل الموجودين خاصة القيادات في القطاع العام، لحتى تو أبجريد، لحتى يرفعوا من معايير القيادة الموجودة عندهم ويصيروا منافسين حتى للقطاع الخاص وأكثر كمان. واللي حشوفه أنا أتوقعه، أنا أتوقعه، وهذا أنت إذا اللي بروح على رايح سنغافورة وبعض الدول الآسيوية بيعرف هالشيء، صار مستوى القيادة في القطاع العام لهالدرجة عالي وراقي، صار الناس في القطاع الخاص الشركات تقتنص الفرص لاستقطاب ناس قادة في القطاع العام لحتى يجوا يشتغلوا فيها، لأنه الكفاءات هناك صارت أعلى بكتير بكتير بكتير. فهذه فرصة لكم، فرصة لكل الموجودين، لكل اللي عم يسمعوا، انه هلأ صار في عنا فرصة نحن نتعلم. طبعا بدك تروح دورات تدريبية، بدك تشتغل على حالك، واكيد الحكومات والمؤسسات كلها يعني في امكانيات على قد يعني الموجود، وعم تسهل هالمناسبات يعني لحتى التدريب والتثقيف وامتلاك يعني اكتساب المهارات الجديدة هذه. فهذه فرصة لكم لحتى انتم تتطوروا. فاللي عم يصير يا سادة يا كرام، هو هلأ صار في مزيج بين العام والخاص، صار موضوع الرؤية، موضوع الغاية، موضوع التفكير الاستراتيجي، مش بس التخطيط الاستراتيجي، التفكير الاستراتيجي. بتجيب لك كم واحد انت كونسلتنت، هذا شو مستشار، بيعمل لك كم خطة وبيروح، بس انت موجود ومشاكل بلدك موجودة، بده يكون عندك انت قدرات التفكير الذاتي الاستراتيجي. موضوع البابليك بوليسي، السياسة العامة، موضوع الكي بي ايز، المؤشرات الأداء الرئيسية، وكل شيء، كل هذا اللي نحن بنحكيه بالقطاع الخاص كله صار موجود بالقطاع العام وأكثر كمان. وصار مطلوب يكون في قيادة مبدعة، ونحن عم نحكي على الإبداع، مش هيك عم نحكي إبداع بالهوى. الإبداع يعني استنباط حلول جديدة لمشاكل جديدة. نحن كوفيد ما عارفين كنا كيف نحل، هاي مشكلة يعني كومبليتلي نيو، هذه تماما مشكلة جديدة. فصرنا نحن ونجحت البشرية الحمد لله بمدة سنة واحدة تقريبا، وهذا شيء يعني إعجاز تقريبا، يعني شيء مش طبيعي، انه نحن بأقل من سنة لا عم نلاقي، نحن تقريبا لقينا اللقاح مفروض عادة ياخد 10 سنين، 8 سنين، 7 سنين بياخد هالموضوع دورة الأبحاث لتعمل لقاحات، بسنة واحدة لقيناها، لأنه مستوى القيادة في هالقطاع هذا الطبي لهالدرجة تطور، صاروا يلاقوا التكنولوجيا تطورت، صاروا يلاقوا حلول مبدعة جديدة لمشاكل جديدة. فالمطلوب منكم أنتم هلأ يصير في عنا، يصير في عندكم وعنا نحن كنا في القطاع الحكومي، قيادة مبدعة جاهزة لاستنباط أفكار جديدة وحلول جديدة لمشاكل جديدة، في منها لسه جديد طالع، في منها مش عارفين إمتى حيطلع، بس أكيد إنه حيطلع. فبدي يكون عندنا هالقدرة هذه موجودة وهذا كله راح بيكون بإطار عندك أحداث ديناميكية وسريعة، مش الأمور بطلت الأمور سهلة والأمور بطيئة. فضمن يعني بهالجو هذا بدك تشتغل أنت بفكر مبدع. كمان بدك يكون عندك الصلابة الشخصية اللي كمان نحكي بالموضوع. أنا عندي صديق في أحد الدول كمان في الشرق الأوسط، كان هو في القطاع الخاص، أخذوه عملوه وزير بالقطاع العام، بالقطاع العام بأحد الدول هذه. بيقول لي مايكل انا يعني ما اعرف كيف الاقي طريقه، حتى حتضحكوا شوي بالموضوع، بدي اطلع من هالموضوع، يعني انا يعني ابتليت في هالحكي هال في هال في هال في هالوظيفه هذه، لانه اللي كنت اشتغله انا في هالمؤسسه الخاصه هذه اللي انا كنت اعتبره يعني شغل مضني، عم بيشتغل اضعافه بالدوله. كنا نفكر انه بفوت على الدوله بيرتاح، يا اخي ما بدي اكون لا وزير ولا من يحزنون. ويمكن الدكتور خلفان يمكن يعني اكيد هلا يمكن عم يبتسم، فاهم علي شو عم بحكي، لانه المتطلبات منك اضعاف اضعاف، لا عندك ويك اند ولا عندك جمعه ولا سبت ولا ليل ولا نهار ولا فرصه ولا من يحزنون، ما بيهدى التليفون، ومتطلبات من هون ومن هون، الضغط النفسي يعني حدث ولا حرج، ما في رحمة بالطلب، لأنه العالم بحاجة وبدك تخدم أنت كمان، صح؟ فبدك تكون عندك صلابة شخصية، personal resilience، بدي يكون عندك أنت يا هذا لحتى أنت تتحمل هالضغط هذا، ولا حتنهار. مشان هيك قلت لكم متطلبات العمل في القطاع العام صارت أكثر من القطاع الخاص. القطاع الخاص بتشتغل خلص بتروح على البيت تأخذ vacation والسلام عليكم وانتهى الموضوع. بالقطاع العام ما بقى فيك هيك، بيجيك تليفون من فلان ومن عمتين، بدك تلبي الشعب، ما فيك يعني الناس ما بتسكت، بدها اذا ما لبيتها بدها تحكي،
وفي اعلام وفي تويتر وفي، فمشان هيك في ضغط كثير صار لحتى يتلبى كل هالطلبات. مشان هيك بدها موضوع الصلاه بالشخصيه ولازم يشتغل عليها. بعدين الانسان المواطن هو صار المحور، بطل موضوع البيروقراطيه هو المحور. بالزمانات كان بس انت عمول البيروقراطيه، نفذ القوانين ومشي حسب القوانين، ويعني الانترنال اوديت والقوانين المرعيه هذه مشيها وما تخلط وخلص مشي الحال. هلا لا، هلا المحور هو المواطن، بطل المحور هو بس القانون. طبعا القانون اساسي بس الاساس هو المواطن، هو صار المحور. كيف بالقطاع الخاص بنقول كاستمر سنتريك رايت اور كلاينت سنتريك، هلا نحن عم نحكي سيتيزن سنتريك، لانه كله مفروض يكون في خدمه المواطن. فكل هذه في نظره، في ذهنيه عم تتغير. وبعدين نحن بطلنا نشتغل ضمن حدود معينه، والله وزاره الفلان ما بتحكي مع وزاره فلان، وزارة الفلانية ما بتتعاطى مع الدائرة الفلانية، هذا بطل، هذا نسيه، انساها الموضوع. يعني بدي اياكم تتخيلوا احنا في هل اللي عم يصير مع كوفيد، اللي هو حالة دراسية يعني كيس ستادي ممتازة، يعني ولا يمكن كان البلد ينجح بمواجهة، اي بلد ينجح بمواجهة هالخطر هذه، هالمشكلة الكبيرة اللي عم، التحدي الكبير، اذا ما في تعاون بالوزارات، اذا ما في تعاون بين كل المؤسسات من فوق لتحت، ما في مجال يعني افقيا وعموديا. فبدك تشتغل هلا بذهنية انه ما بقى في انه ما يتدخل بشغلي ويتدخل بشغلي، وهذه نحن هيك وهي هيك، ما كل هذه، كل السايلوز، كل الحيطان، الحواجز بين المؤسسات، كل هذه عم تنهار يوم عن يوم. صرنا ما نشتغل نحن كمجموعات مختلطة، وهذا شيء مزعج للناس. انا عارف انه الناس بتنزعج، لانه الكوردينيشن، التنسيق والتعاون يتطلب صبر، بده مهاره، وبدك تطول بالك، وفي هالاعتبارات وهذاك الاعتبارات، وعنده هذا مسؤوليته، وعنده هذا وجهه نظره. فكل هذا بياخذ مجهود ومزعج، بس ما في بدل، ما في مهرب منه. فبنا نحن كمان نتطور بهالذهنيه تبعيتنا لحتى شو نفهم انه راح يصير من هلا ورايح مشغل مجموعات، مش مجموعه واحده كل واحد قاعد محله. وصار الانسان، صار الوزير، صار المدير، صار المسؤول هو ميسر، لانه ما بقى في حدا يقول انا بفهم. ما فيك تروح عند الوزير تقول له اعطيني حل، ما في حدا بيفهم بهالموضوع بشكل كامل، لانه مشاكل كتير كبرت وتعقدت. او يجي عندك موظف لعندك انت مدير بدائره معينه يقول لك لاقي لي حل. حبيبي كيف بدك لاقي لك حل؟ ما حدا، بدنا نشتغل كلنا مع بعض. فصار شغل المدراء، الموضوع القيادي بهالاطار صار تيسير للطاقات، تيسير للخبرات، تسهيل لها لحتى كلها تتعاون مع بعضها وتشتغل. بطل هل انا مدير وديكتاتور وهذا انا هالكلام وبيمشي وفي قوانين، انسى هذا كله، انساه. بدنا نحن بنلاقي حلول، وين ما تكون الحلول بدنا نجيبها، بدنا نجيبها. هلا هون من الصين بدنا نجيب اللقاحات، من امريكا بدنا نجيب، من المانيا بدنا نجيب. بطل في موضوع انه الواحد عنده الحلول، الناس كلها بدها عندها حلول، بدها تتعاون، ونحن بدنا نسهل الموضوع. بعدين مثل ما حكينا بده يكون عندك تفكير استراتيجي. شو يعني تفكير استراتيجي؟ جوهر الاستراتيجيه هو الخيارات. استراتيجي از اباوت تشويسز. التفكير الاستراتيجي هو كيف انت تختار الخيار الافضل. وليش هذا مهم؟ هذا مهم لانه نحن عنا قدرات محدودة من الطاقات، يعني عنا limited resources. كل مثلا خدوا انتوا وزارتكم، عندك budget معينة، ما عندك انت budget مفتوحة، هي الدولة كلها عندها budget محددة، بده يكون انت عندك budget مفتوحة. فانت بالbudget الموجود عندك بدك تاخد افضل خيار من الخيارات الموجودة، وتقول انا بدي اكرس هذه البادجت الريسورسز اللي عندي، ان كان فلوس، ان كان امكانيات، ان كان اراضي، ان كان قوانين، ان كان بشر، ان كان شو ما كان تكنولوجيا، رايت، كل هذا البنيه التحتيه لهالخيار 1 2 3. الخيارات الثانيه ما عندنا وقت لها وما عندنا مصاري لها وما عندنا امكانيات. فالتفكير الاستراتيجي هو كيف انت تحرك الامكانيات الموجوده عندك بخيارات ذكيه تتماشى مع الرؤية والغاية، البيربس اللي انتو حاطينه. فالخيارات مسهلة، بس بغض النظر بيصير في عندك تفكير استراتيجي، لانه الامور بتتغير وبتضلك انت تتأقلم مع التغير اللي صار، وبدك تصير انت كمان شاطر بالتعاطي مع المخاطر والازمات، لانه الله اعلم بكرة شو بيصير، الله اعلم بكرة شو بيصير. وخاصة انتو عمان، يعني الله منعم عليكم ببلاد ما شاء الله، الله يحفظها بالامن والسلام، بلاد حلوه، بس كمان عندكم تحديات بالضغوط بالطقس.
كل مدة سنتين ثلاثة لا سمح الله يعني بيصير طوفان، بيصير تيجي عواصف، تيجي شغلات. وأكيد أنتم وزارة الإسكان يعني إلا ما يعني بنوع من أنواع إلا ما تكونوا لكم علاقة بتتأثروا في الموضوع أو بتكونوا تضطروا تخدموا أو تساعدوا. فهذه كلها بدك تكون عندك الذهنية بالتعامل مع المخاطر والأزمات. نفس الشيء وزارة التربية، هذا اللي صار كله أزمة كبيرة صح؟ وزارة الصحة، وزارة المواصلات، وزارة الاتصالات، كله، وزارة المال، المصاريف كلها انحطت هذه ايام كورونا والخسارات الاقتصاديه من وراء التسكير اللي صار للاقتصاد، كل هذه مخاطر وازمات. فنحن بالقطاع العام كقياديين بدنا نفكر من هالمنطلق من هلا ورايح، وهذا طبيعي طبعا بالقطاع الخاص، بس صار كمان جزء اساسي بالقطاع العام. فبدنا نحن نكون مرنين، لانه التفكير على هالمستوى بده مرونه، بده يكون نحن بدنا نكون متكيفين مع الواقع دائما، وبدنا نكون نشيطين. ما فيش مجال للكسل هلا، ما فيش ابدا. يا ما في عندنا مثل نحن بالمان بقول يا ما ارحميني، ما فيش يا ماما ارحميني، ما فيش هذا الكلام، لانه كله تحت الضغط. هلا انا برايي هذه فرصه، لانه الضغط يولد الفرص كمان، مش بس يولد التعب، بس يولد الفرص، لانه تحت الضغط انت بتتطلب من نفسك اكثر، وانت ترقى بنفسك، تكتسب مهارات اكثر واكثر واكثر واكثر، وانت تتطور كانسان، وانت بتصير من جماعة المرحلة الحالية والمقبلة. انتوا بتعرفوا كل تعبير، كل زمان له اهله، كل تحدي له رجاله، كل مرحلة له رجالها ونساءها. انتوا عارفين هالتعبير هذا. الحكومة الحالية هلا الموجودة عندكم من اي منطلق اجت؟ في مرحلة جديدة في البلد، في تحديات جديدة في 2040، فتم اختيار الوزراء كلهم والترتيب كله على اساس انه نحن بدنا الناس المناسبين للمرحلة المناسبة للتحدي المناسب لتطبيق وتحقيق الهدف والغاية المناسبين حسب الاستراتيجية الموجودة صح؟ فهذا هل الواقع. اختيار الوزراء كيف اختاروا الدكتور خلفان؟ من منطلق شافوا انه مين هو الرجل الانسب لهالمرحلة الجديدة وما تتطلب، وما منلاقي نحن هالشخص هذا، فتشوا عنه وشافوا هالشخص هذا موجود وعنا اياه وعنا موجود ما شاء الله الكفاءات موجودة، فقالوا تفضل اتحمل المسؤولية هذه. فهذه فيها فرصة لخدمة البلد للتطور، وانتو كلكم الموجودين هلا التحدي امامكم كلكم انه كيف تكونوا انتو ابناء هالمرحلة الحالية، هذا الواقع الجديد اللي موجود، وكيف حتكونوا انتو تطوروا حالكم لتكونوا انتو ابناء المرحلة الاتية، لانه حتفتح فرص معاها، حتفتح معاها فرص. ف it's not bad news، يعني ما انه موضوع انه في هم جديد صار علينا او ضغط، بالعكس صار في افاق جديدة حتفتح، واللي طموح واللي عنده قدرة واللي عنده امكانية وعقله عقل متفتح يسعد لهالموضوع ويطور حاله حتى يكون ابن هالمرحلة وابن المرحلة القادمة. وصار في عنا كمان نحن مطلوب، صار في نحن نعرف كيف نعمل نبني الفريق المناسب صح؟ لأنه لحالك you cannot do it alone. مين ما تكون إن شاء الله تكون أكس كإنسان في العالم، وبدون ناس حواليك ولا ممكن تعملها، ولا وزير في ينجح، ولا مدير في ينجح، ولا أي مسؤول في ينجح، ولا حكومة في تنجح، مع كله بده يصير مع الناس. فبدك أنت تشوف كيف أنت تبني الفريق المناسب اللي حواليك لحتى مع بعض كميسر للفريق صح؟ تصنعوا النجاح. ونلاحظ كلمة بناء الفريق شو يعني؟ بيكون ذكي باختيار الناس المناسبين اللي عندهم المهارات المطلوبة لحتى يعملوا هالشي، مثل ما صار بموضوع 2040 اللي عندكم إياها، إنه تم اختيار الفريق المناسب بنائه بكل ذكاء بكل تدقيق وبكل موضوعية وبكل مستوى علمي right؟ بكل نظرة دقيقة لحتى شو علمية لحتى يجيبوا الفريق المناسب لحتى يعمل شو الـ يحقق الهدف المناسب. وصار في تحدي كمان صقل للقادة. هلا أنت مسؤوليتك القادة اللي عندك بدك تسقلهم. لما طلب مني دكتور خلفان انه احكي اليوم، ليش طلب مني احكي بموضوع؟ لانه عارفني انا اخصائي، يعني اختصاصي موضوع القياده وصقل القياده، وهو حريص انه يصقل القياده اللي حواليه. ففي موضوع، وهذه مسؤوليه مش بس الوزراء، مسؤوليه كل مدير
اللي عنده جماعته تحته، بدك تسخر القادة اللي عندك، شوف مين اللي انت المستوى القيادي اللي عندك، يا مين الجماعه الكوميونتي المجموعه القياديه، بدك تشتغل عليهم تطورهم، لانه كل ما تطورهم كل ما تعزز مهاراتهم القياديه كل ما بينجحوك اكثر وبينجح العمل الجماعي اكثر واكثر. وهذه مسؤوليه اساسيه. بتكون كمان انت شاطر بالتواصل، لانه كوميونيكيشن هو الاساس، شيل كوميونيكيشن كل الليدرشيب بيفشل، التواصل هو الاساس. وما في يعني ما في حد للتعلم بهالموضوع، قد ما تتعلم فيك تتعلم اكثر. واغلب الناس تفشل بعمل قيادي لانه لا تتواصل بشكل جيد، اللي بيخلي الناس تفهم عليها وهي تفهم على الناس. فالتواصل صار اساسي، وطبعا انتم عارفين هالشيء بموضوع الكوفيد هلا قديش موضوع التواصل مع المجتمع وبين افراد المجتمع اساسي بمعالجه هالموضوع. وموضوع الشفافيه كمان، الشفافية أساسية، أصلا ما فيك تكون ما شفاف. هلا خلصنا هذه أيام اللي واحد يعني يسكر المكتب عليه ويسكر الجوارير المكتب ويعمل هيك يحط حاله بجزيرة، هذه انسوها خلص، كله صار مفتوح، ما في شيء بطل معلوم، وإذا مش معلوم اليوم بكرة حيكون معلوم. فبدك تكون بدك تشتغل بمبدأ شفافية كاملة، يعني بدك تشارك الأفكار اللي عندك وبدك الناس اللي حواليك يشاركوا لحتى يصير في حوار بين بعض، وحتى نتيجة الحوار هذه نوصل لأفكار بناءة ونمشي لقدام. فموضوع نحط حواجز بطل هذه أصلا التكنولوجيا ما بتسمح فيه، لأنه كل المعلومات صارت هلأ موجودة. أنا بتذكر لما بال2040 لما تأكدت وتثبتت خلص الرؤية، انحطت على الإنترنت لمدة اسبوعين لكل العالم public، مش كتير بلدان بيعملوها هذه، حطوها لكل العالم. في اوقات ناس بتستر على الموضوع، بس انتوا حطيتوا لكل انسان في اي محل في العالم يشوف الفيجن تبعكم ل2040 ويعطي فكره مين ما كانت تكون. وحتى لما نحن لما اطلقت الفكره وانا كنت احد المتكلمين بهالمناسبه هذه، شو اللي صار؟ كان بس مباشر لكل يوم لمدة 8 ساعات لكل الشعب العماني لحتى كل الناس تسمع اللي عم يحصل. فهذا كله من منطلق الشفافية، لأنه بدون شفافية ما حيصير في مجال للحوار والتعامل. وموضوع الأخلاق هو أساس جدا، موضوع الأخلاق هذا ما في مزح فيه أبدا نهائيا، لأنه كله واضح، واللي بتخبى اليوم بكرة يبين. إذا لم تمارس عملك القيادي بطريقة فيها أخلاق وفيها قيم، وانتم يعني ما شاء الله عليكم العمانيين مشهورين بهالموضوع بقيمكم واخلاقكم، صح؟ اذا لم تمارسها باخلاق، بالنزاهه، بالامانه، اذا باحترافيه، العالم حتشوف، والعالم حتشوفه حتحكي، والمسؤولين حيشوفوا، وكله تحت ضغط فحيتحاسب كل. وهذا ما في حدا يعني معزول عن الموضوع، هم الوزراء يحاسبون، يعني كل الناس تحاسب، ف يعني بتشوف الموضوع. فما في حدا في عليه خيمة في هالموضوع، بدك تكون انت يعني ابيض من الثلج لحتى دائما تكون امورك مرتاحة وما حدا يشوش عليك، وكل طاقتك تكون نحو الانتاج والابداع، ما تلبك الحياة عليك، لانه الناس كلها يعني عم تراقب شو اللي عم يحصل. وبدي يكون في التزام بالقلب، التزام في الروح، التزام يعني مش بس التزام والله انا بجي على الدوام وبروح بعمل اللي علي بروح، لا، هذه كمان بطلت تمشي، هذه كمان بطلت تمشي. مره حطوا لي، مره بعثوا لي صوره لوجه احد وزراء حتى في لبنان كانت هون، احد وزير الصحه، بتشوف وجهه قبل كورونا بتشوف وجهه بعد كورونا، بتحس انه هذا الانسان كبر 10 سنين، يعني الارهاق، عيونه ما في نوم. هلا هذا كله مين بيجي؟ هذا بيجي من والله انا بلتزم الدوام، بيجي بالصبح وبيجي بروح الظهر والسلام عليكم، لا، هذا بيجي التزام من جوا، من قلبك ومن روحك ومن ضميرك، انه انا جاي اخدم هون. ومين عم بخدم؟ القطاع الحكومي عم بخدم شعبي، القطاع العام الخاص بيخدم المستثمر، بيخدم صاحب الشغل، بيخدم الشير هولدرز يعني المستثمرين، اصحاب اللي عندهم اسهم في هالموضوع، الشركاء. القطاع العام بيخدم الشعب، فأنت عم تخدم والدك ووالدتك الله يطول عمرهم، وأهلك وإخوانك وأحفادك وجيرانك وأهل قبيلتك، هذا اللي عم تخدمهم. فمشان هيك الالتزام صار أساسي ويطلع من جوا، ما يكون بس التزام بالظاهر بس. وبدك تعطي أمل كمان، الموضوع الأمل كتير مهم. leaders are dealers of hope، القادة هم موزعين الأمال، لأنه ما أضيق العيش ولا فسحة الأمل. فبدك تعطي دائما أمل اللي حواليك ليل نهار، وبدك تشتغل بجد hard work، ولا ما بتوصل لنتيجة.
الايام هذه اللي كنا نحن نشتغل فيها، يعني الامور الايام الماضيه انه واحد يحط رجل على رجل، يقرا جرايد، يسمع شويه اخبار، ويشرب قهوه وفلان وزيارات، هذه بطل فيه، لانه كله عم يطلب، كله عم يطلب، وكله بده هلا وبده امبارح كمان. وكل الناس هيك، مش بس انت هيك، كل الناس هيك، مديرك هيك، ومدير مديرك هيك، ومدير مدير مديرك هيك، والناس هيك. فهي طبيعة الحياة، يعني للأسف هيك صار، هذه واقع العالم كله هيك صار، الدنيا كلها هيك صارت هاي. فبدك تشتغل بجد، لأنه الروتين لحاله ما بيكفي. وليش؟ لأنه في مساءلة، لأنه في مساءلة، بطل في موضوع أنه خلص أنا بالقطاع العام وما حدا بيشيلني. طيب يمكن ما بيشيلوك، بس أنه بيبعتوك الله أعلم لوين. يعني في مليون طريقة، وما في سوء نية في الموضوع. ليش؟ لأنه التحدي كبير، وكلنا بدنا ننتج، والنتيجة كله لمصلحة البلد، صح؟ فالمساءلة عم تزيد أكثر وأكثر، والناس عم تراقب، والناس عم تسائل. فمشان هيك كل هذا يخلق فرص لحتى واحد يبدع في هالموضوع، بدل ما يكون بس هو بده السترة، بالعكس، كيف يبادر ويعمل أكثر من مطلوب، لأنه العيون كلها عم تشوف. يعني مش بس المساءلة، ما بدي أحكيها بطريقة بس سلبية، الدولة والمسؤولين عم يراقبوا كمان مين المبدع. الدولة بحاجة لقادة، بحاجة لصف قيادي جديد ومتجدد دائما. فأي شخص يبدو عليه من أي شكل من أشكال أي سمات القادة، سمات الإيجابية للقيادة، فورا هذا بنحط علامة إيجابية عليه، إنه هذا حطوا عينكم عليه، بيطلع منه مدير عام، بيطلع منه وزير، بيطلع منه رئيس مؤسسة، بيطلع منه إنسان قائد في العمل الحكومي. فمشان هيك يعني it works both ways، ما في مجال للكسل، بس كمان في مجال واسع جدا للفرص، وبده ذكاء مالي كمان. بطلنا مثل قبل انه ما في مشكله انه بالفلوس موجوده وما في مشكله، لا، بدك تعرف كل قرش هذا وين عم تصرفه، لانه عندك كتير مشاريع وما عندك امكانيات ماديه كتيره. فكل هذا الله يسلمكم بده موقف ايجابي نحو التغيير، لانه السلبيه في هالمجال، يعني حخلص قريبا، ما حتفيد. فبدي يكون عندك موقف ايجابي. وانا عند الناس، يمكن بعض الناس عندهم هالموضوع شويه صعب، لأنه معودين على القديم، أو العمر، أو الضغوطات الموجودة. بس شو نعمل، هذا صار واقع الموضوع. فدائما أفضل أنه يعني if you can't beat them join them، يعني إذا هذا الموضوع هيك صار خلاص، يعني مشي معهم واركب الموجة هذه، وأصلا هي شيء إيجابي، واستغل الفرص وأخلق لحالك فرص وتطور. وخاصة أنه موضوع النقل المعرفي صار مهم، فكل موضوع صار موجود، بدك تتعلم في فرصة، بدك تروح على تريننج كورس في فرصة، بدك تاخذ كتاب في فرصة، كله صار موجود. ومش بس هيك، صار مسؤوليتك انت كمان كمسؤول تنقل المعرفة اللي حواليك، وتخلق شو، حاضنة جديدة للقيادات. مش بس تسقل انت القيادات الموجودة عندك، بدك انت تخلق بيئة جديدة لحتى عندك يكون في جيل ورا جيل، جيل ورا جيل من القيادات الجديدة اللي عم يصير. واهم من هذا كله كمان، بده يكون عندك شيء اسمه الذكاء السياسي. هذه بتكون تسمعها أكثر وأكثر من المستقبل، هذه لأنه الناس ما بتحكي عنها كثير، بس هي حتكون أساس. وأنا عم بشتغل على الموضوع، على كتاب هلا في هالموضوع، إن شاء الله أول سنة الجاي، أول شهرين ثلاثة بيطلع الكتاب، اسمه How to Lead with Political Intelligence، كيف تقود بالذكاء السياسي. والذكاء السياسي معناها أنه تعرف أن تقرأ الخريطة الموجودة عندك حواليك، من المسؤولين، وين مراكز القوى، وين مراكز الإدارة، وين مراكز اللي فيها الريسورسز، المقومات الموجودة اللي ممكن تساعدك بشغلك، ويكون عندك ذكاء انه انت كيف تعرف تناور الموضوع، طبعا كله بإيجابية، كله بحسن نية، لحتى انت توصل للناس المزبوطين، لحتى يعطوك الامكانيات المطلوبة لحتى انت تأدي وظيفتك بنجاح. هذا هو الذكاء السياسي. يعني عم نحكي منطلق الإداري، ما عم نحكي منطلق السياسي المتعارف عليه. يعني تفهم أنت، you have to understand the landscape, the power landscape، عم بحكي شوي بالإنجليزي هلا، the authority landscape، منظومة السلطة، منظومة القيادة اللي حواليك، منظومة القرار، منظومة اللي مين ممكن يسهل لك أمورك بأي شيء مجال من المجالات، وتعرف كيف أنت تداري الموضوع وتمانوفر، تشوف تلاقي طريقك بشكل أنه توصل للوقت المناسب للشخص المناسب من خلال العلاقات المناسبة اللي تطورها معاه، وتحصل على الإمكانيات لحتى تنجح بعملك وتأدي بشكل ممتاز. فهذا كله يا سادة يا كرام يتطلب تغيير العقلية، بده بارادايم شيفت، بده مايندسيت جديد، بده نظرة جديدة، صح؟ فهذا مثل ما حكينا، خلصت، يعني عندي 2 سلايدز وبخلص. بده هذا موضوع، مش موضوع نحن حنتأقلم مع واقع جديد، لا، أكثر من تأقلم، بدنا نحن نغير
ما في انفسنا نغير الذهنيه اللي عندنا. طبعا هذا الشيء مش سهل، هذا الشيء صعب ومزعج وبده مجهود، بس شو بدك تعمل يعني؟ لا حول ولا قوه، هيك خلص الظروف، هيك صار. هاي خوت كورونا، حدا كان راضي تجي كورونا؟ اضطرينا نحن انه نغير كل حياتنا لحتى نتاقلم من كورونا، حتى نحافظ على حياتنا وحياه اولادنا، صح؟ بالرغم من قد ايش صعب الموضوع، من رغم الكلفه الغاليه الاقتصاديه والاعصاب والمرض والناس اللي توفوا الله يرحمهم، فبنضطرينا. فنفس الشيء، فعندنا صار واقع جديد، في الكثير من الضغوطات بس في كثير من الفرص. مع تغيير الذهنيه، تغيير العقليه، الناس الاذكى بيشوفوا هالموضوع كفرصه، بيشوفوا بيكونوا واقعيين، صح؟ وبيعرفوا انه هن لن ما حدا حيقدر يغير الواقع، الواقع اكبر من كلتنا، فيقبل الواقع مثل ما هو ويشوفه من منطلق هو ليس مخاطره، منه تهديد، بالعكس هو فرصه، ويغيروا هالذهنيه اللي عندهم، يطوروها، خاصه النوايا جيده وموجوده حواليكم، صح؟ اطلب المساعده اللي بدك اياها، تعلم اللي لازم تتعلمه، خلي يكون عندك ذهنيه منفتحه، واستغل الفرص، لانه اللي عم يحصل هلا هو مطبخ لصناعه قاده المستقبل. واذا انت عندك طموح، هلا هي الوقت المناسب، هلا هي الفرصه لحتى تستغل هالشيء هذا وتطور حالك لحتى تكون انت من صناع القرار في المستقبل، انت من قاده المستقبل، وهو واشرف شيء ممكن يعمله. في احلى من الانسان يكون في مجتمعه من صناع المستقبل، من قاده المستقبل، يبني جيل جديد افضل لاولاده، لاولاد اولاده، لعائلته، لقبيلته، لابناء وطنه، للانسانيه كلها. هذه يعني احلى شيء بالدنيا، اسمى شرف انه واحد عنده اياه، هو يخدم شعبه ويخدم اهل بلده ويخدم عائلته. فبالخلاصه اعتقد انه نحن تحدينا في عمان وفي كل العالم لحتى نبقى ونستمر وننمو، to survive and grow right في القرن 21، مثل ما هلا بلش، هي مبين واضح قدامنا. اول 20 سنه يعني ما في شيء بالدنيا ما صار، خاصة هالسنة هذه لحالها، هالسنة أتقرن كامل ما شاء الله من المصائب اللي جابتها، رايت؟ أولوياتنا أنه نصنع قادة، أولوياتنا أنه نربي قادة جدد اللي عندهم التزام، عندهم كفاءة، عندهم عقل في تفكير استراتيجي ومرونة وكل اللي حكينا فيه، لحتى نكون على قد المسؤولية ونبدع، لأنه الأعين علينا. فأنتم في موقع أساسي لحتى تخدموا الناس بأفضل طريقة ممكنة، والناس تدعيكم بالخير، وشغلكم أصلاً واضح لحتى أنتم تتعلموا منهم وتساعدوهم، وأنتم تكونوا الصف الثاني اللي إن شاء الله حيسلم البلد بعدين ويتعاون مع بعض لحتى يقود هالشعب هذا إلى أعلى درجات الرقي. أشكركم على طولت عليكم شوي، أشكركم يا سادة، وإذا حدا عنده أي سؤال كمان أنا مستعد. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة، تفضل أخي. أيوة يا أستاذ، تسمعني؟ إيه هلا أحسن. يا هلا وسهلا فيك. في البداية شكرك على العرض الطيب، يعني وضحت لنا بعض النقاط وبعض الجابس يمكن نحن يعني نحتاج لها شيئا ما في هذا السجن. فالسؤال إنه كيف فينا نحن نطور العلاقة بين القطاعين، هيك سؤالك؟ شوف، انا برايي انه الفرق بين القطاعين مع الوقت حيروح شوي شوي، طبعا راح يضلوا دائما في حكومه وفي قطاع خاص، بس راح يروح الفرق مع الوقت، لانه بين يعني هلا بموضوع كوفيد بين قديش نحن يعني لازم يشتغلوا مع بعض، يعني ولا ممكن كان القطاع العام نحن ينجح، يعني مصيبه هذه كوفيد نحن ولا كان ممكن نتغلب عليها لو مش القطاع الخاص، القطاع الخاص هو اللي عم ينقذنا. هلا القطاع الخاص كمان يمكن كان ما قدر يتحمل او قدر ينقذنا بهالطريقه هذه، من خلال الادويه ومن خلال المستشفيات ومن خلال الاطباء بكل المستشفيات خاصه الخاصه منهم، صح؟ لو ما كمان الحكومه دعمت بالفلوس ودعمت بالامكانيات. فموضوع التعاون بالقطاع الخاص والقطاع العام هذا ما في مهرب منه، يعني هذا كله مع الوقت كله شوي 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 حيصير. لاعطيك مثل اكثر، بدي اعطيك مثل شوي يعني ما له خاصه بعمان، بس حتفهم علي نحن وين رايحين. بدي اياك بس تشوف هلا بامريكا مين صار رئيس الجمهوريه بامريكا، مش هلا، مش هذا اللي جاي، ترامب من وين اجى؟ ترامب قطاع خاص، صح ولا لا؟
فاللي عم يحصل يعني كل هالسياسيين، طبعا نحن ما عم نحكي سياسة، نحن عم نحكي علم قيادي. بأمريكا كل السياسيين، الطبقة السياسية التقليدية في أمريكا من 4 سنين كانت على جنب، واجا مين استلم؟ استلم دونالد ترامب اللي هو ما عنده أي خبرة بالمجال الحكومي نهائيا، اجا إنسان من القطاع الخاص قعد في القطاع العام واستلم وصار يدير الدولة بذهنية القطاع الخاص من ناحية الافيشنسي والكفاءة والقدرة والتغلب على البيروقراطية وحل كتير من، طبعا ما عم نحكي سياسة ولا تقييم سياسي، بس حل كتير من المشاكل اللي البيروقراطية ما عم تقدر تحلها. فهذا دليل شو؟ دليل شو هذا؟ حتى بفرنسا كمان مثلا ماكرون هونيك جاي من وين؟ كان عنده خلفية بالقطاع المصرفي. فاللي بدي اقوله انه هل التباين بالقطاع العام والقطاع الخاص عم يروح مع الوقت، وراح يروح اكثر واكثر، والدوله حتستمر حتستفيد اكثر واكثر، عم تتعلم تستفيد اكثر من مقومات القطاع الخاص، والقطاع الخاص حيشوف اكثر واكثر انه كيف القطاع العام عم يبني قادات جديده، حيبني خاصه من هلا المستقبل قيادات بمستوى ارفع بكثير. خذ ساوث كوريا، خذ سنغافور، رايت، خذ كل هالبلدان المتطوره اللي نحن رايحين بهالاتجاه، وحيبلش ياخذ ناس منها. فانا برايي حنوصل لمرحله في قطاع يعني نطاق الانترسكشن يعني التقاطع بين القطاعين حيكبر يكبر يكبر الى حد كتير كتير كبير، والدول حتصير بتعطي مهمات اكثر، حكومه يعني الحكومات حتعطي مهمات اكثر تسلمها اكثر بالخصخصه وما الى ذلك للقطاع الخاص. من منطلق قيادي يا شباب، من منطلق القيادي، إذا عم نحكي نحن علم قيادي، مقومات العلم القيادي بالقطاعين هن ذاتهم بشكل عام، لأنه شو هو القيادي؟ القيادي هو كيف أنت تجيش المجموعات لتحقيق هدف سامي. It's about mobilizing people to fulfill an honorable, a good purpose. Mobilization هو الأساس، التجيش، ما بعرف إذا في كلمة تانية بالعربي لهالموضوع. ف كيف انت تجيش الطاقات هذه الموجوده اللي عندك بطريقه ذكيه، البشر والامكانيات الثانيه لحتى تحقق هالهدف. فعلى هالمستوى، على المستوى القيادي، كله مثل بعضه، لانه الوحده شو هي؟ اليونت، الوحده بالقطاع العام هو الانسان، والوحده بالقطاع الخاص هو الانسان، ان كان هناك موظف هون موظف، وان كان هناك هو المشترك يعني الكاستمر، الكلاينت، الزبون او العميل، وان كان هون هو المواطن. فبالنتيجه نحن عم نحكي على مواطنين، وانا برايي اذا نحن تجاوزنا مفهوم القطاع الخاص وتجاوزنا مفهوم القطاع العام وارتقينا بهالنظره هذه الى نظره اسمى، اللي هي نحن نقود بشر، نقود بشر بشكل انه نجيشهم ونحركهم لتحقيق اهداف اسمى، ان كان على صعيد البزنس الأعمال أو إن كان على صعيد القطاع العام، أعتقد بنحل الكثير من المشاكل. فركز على الإنسان، إن كان هناك زبون أو عميل أو هون كمواطن، وركز على المهارات القيادية وطور نفسك، بالنتيجة بتنجح. لو وين ما حطوك بتنجح، لو حطوك بالقطاع العام حتنجح، ولا حطوك بالقطاع الخاص حتنجح، لأنه مثل ما قلت لك it's all about people, it's about them, it's about الناس. فانت عارف كيف اعرف كيف تدير الناس تجاه هدف سامي ورؤيه واضحه واستراتيجيه ذكيه، خلص بغض النظر شو ما كان القطاع ان شاء الله حتنجح. بس كلامك صح، وانا اؤيد كلامك انه في التحام اكثر بالقطاعين، ولازم نتعلم نحن نشتغل مع بعض. واللي حصل هالسنه واللي حيحصل السنه الجايه هو يعني افضل دليل على هالشيء. شكرا على سؤالك. أي سؤال آخر ولا نرغب أن نتكلم؟ شكرا جزيلا مايكل.